Chilia wa 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 shlam shlam am khon amma qom ruha ewan gal yun qadishad marani shom shiha karozu thad marqus حالم شي حمار نامي بشلا فدنا واحد من الكتبة وقد سمعهم يتناظرون ورأى أنه أحسن في الجواب لهم فسأل يسوع أية وصية أول الكل قال له إن أول الوصايا كلها اسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنا رب واحد وأن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قوتك هذه الوصية الأولى والثانية التي تشبهها أن تحب قريبك كنفسك ولا وصية أخرى أعظم من هاتين قال له ذلك الكاتب حسنا يا معلم بالحق قلت إنه واحد وليس آخر غيره وأن يحبه الإنسان من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل النفس ومن كل القوة وأن يحب قريبه كنفسه ذلك أفضل من جميع المحرقات والذبائح أما يسوع فلما رآه قد أجاب بحكمة أجابه قائلا لست بعيدا من ملكوت الله ولم يجسر أحد بعد ذلك أن يسأله شو حال لها من نايف شو حال نمشي حمارا بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين صباح الخير Good morning أخوتي وأخواتي الأعزاء سلام ربنا وإلهنا يسوع المسيح يكون وياكم بهذه الجمعة المباركة اللي هي الجمعة الثالثة من زمن الصوم دائماً في بالنا عندنا تقييمات لكل إنسان منو الزين ومنو المو زين نخلي الناس في خانات معينة منو زين ومنو مو زين مرات تقييماتنا هي يما على الشكل الخارجي لما يكون الإنسان نوعا ما ما عدى أبعد من النظرة أكو تقييمات ما تبتعد عن عيننا أنه هل قد نباوع هل قد راح نقيم على هذا الإنسان المظاهر صايرة فد مود اليوم عن مود الإنسان يقيم من الغني ومن الفقير نقدر نعرف بأنه من شكلهم الخارجي من الزين ومن الموزين بعدين نقيم الإنسان مرات هواية على اسم العشيرة اسم العائلة من أبوه من أمه مرات نربطها بالعمة خالة 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 ونربط الإنسان اليوم بما هو مرات هواية نربط شايف ناس يربطون حياتهم بحضارات سابقة حضارات راحت وماتت وخلصت وبقى بس اسمها نقيم هواية ناس حسب كثير من الأمور لكن تقييم يسوع المسيح يجي من خلال شيئين هذول الشيئين هم جدا مهمين واحد ما يقدر يروح بدون الآخر الشيء الأول هو بأنه أنا أحب الله من كل قلبي من كل عقلي من كل طاقتي بكل ما بي أحب ربنا وإلهنا والتقييم الثاني بأنه أحب أخوي الإنسان شقد ما أحب ربنا إذا محبتي للإنسان فقط هي بدون محبة الله في قلبي المحبة دائماً هذه راح تكون فارغة تكون مبنية على الشكل الخارجي تكون مبنية فقط على الشكليات والمظاهر وكثير من العوائل كثير من حياة الناس كثير من حياة شبابنا أولادنا عوائلنا بنينا بناتنا أمهاتنا أبائنا تخرب وتوقع لأنه فقط يحبون الإنسان بدون محبتهم إلى الله ونفس الشيء إذا أنا حبيت الله بكل قلبي وكل عقلي وكل طاقتي وكل نيتي مثل ما نقول في كلامنا إذا أنا فتح عزل دائما بالكنيسة أعرف كل الصلوات
أعرف كل لغات العالم، حافظ الكتاب المقدس، لكن أخوي الإنسان اللي قريب من عندي ما أحبه، فأيضا حياتي هي أيضا فارغة، ما يكون بها معنى. يسوع نشوفه بعدين عمود يكمل الآية مالته، يقول من أحبني فليحمل صليبه ويتبعني. الصليب ببعدين، البعد العمودي والبعد الأفقي. معناتها إذا أنا حبيت الله فقط ودائما عندي علاقة زينة ويا الله، ولكن أنا بنفس الوقت أتكلم على الناس، أهين الناس، أكره الناس، أستصغر الناس، بأنه هاي العلاقة ويا الله راح تكون فقط كلمات فارغة. تذكرون الفريسي والعشاء؟ كذلك أيضا الشيء السائد اليوم هو البعد الأفقي. البعد الأفقي لما أنا أحب كل الناس، أحترم كل الناس، وقدر كل الناس، وكن طيب ويا كل الناس، لكن ما عندي علاقة ويا الله اللي خلقني، اللي سواني، اللي أعطاني هاي القدرة على مود أني أحب، أعطاني هذا القلب على مود أني أحب من خلاله، نفس الشيء علاقتي راح تكون فارغة. فتقييم الإنسان اليوم أخوتي وأخواتي الأعزاء، لما يتقدمون مثلا شباب لبناتنا نقول خوش ولد، خوش ولد، شنو الخوش ولد اليوم؟ شنو الخوش بنية اليوم؟ خوش ولد مرات يقيم بأنه من البيت للشغل، من الشغل للبيت. خوش ولد مرات، خوش بنية تقيم بأنه من الشغل للبيت، من البيت للشغل، وذات لا يطلع، لا يشرب، لا تشرب، لا يشرب، لا يدخن، لا يسكر، لا يلعب قمار. زين، هاي الأمور كل الزينة من الناحية الخارجية زينة، لكن الخوش ولد اليوم لازم يقيم شقد علاقته طيبة ويا الله. بنفس الولد الخوش ولد اللي يصلي، إذا ما تترجم هاي الصلاة بره في عالمه، في حياته، في عائلته، معناته بأنه هاي العلاقة هي جدا فارغة ويا الله. مرات هواي نحضر الكنيسة، نصلي، نصوم، نتبرع، نحاول نكون بصورة جميلة، لكن أقرب شيء أول ما نطلع من البارك اللات، وإذا واحد كسر علينا بالبارك اللات، لو أخذ وقتنا، لو تأخرنا شوية بالبارك اللات، لو واحد حكى ويانا حكي ما حلو، وليش راح يصير؟ أخوتي وأخواتي الأعزاء، المسيحية مو شرائع، المسيحية مو قوانين، المسيحية ليست بشكل خارجي، المسيحية مو هي بأنه أنا ألبس صليب أعلق صورة في بيتي. المسيحية هي علاقة ويا الله، هاي العلاقة تتجسد في كل كلمة وفي كل فكرة وفي كل نظرة وفي كل قرار من قرارات حياتي. وهذا الشيء لازم يطبق علينا إحنا اللي نخدم المذبح قبل ما يطبق على أي إنسان آخر. إذا مدى نطبقه في حياتنا، رجاء نطلب منكم بأنه تذكرونا شنو معنى بأنه آني وأنتو نكون معمدين، شنو معنى بأنه اليوم أنا أعيش في عالم كثير من المظاهر تكاثرت، لكن يسوع دائما يباوع على العمق مال الإنسان. الصوم يدعونا نكون مسيحيين، مسيحيين حقيقيين، مسيحيين مثل ما نسميها بالعامية قول وفعل. المسيحية هي كلمات مقدسة تترجم إلى حياة معاشة في واقعنا. أخوتي وأخواتي الأعزاء، هذا القداس نصلي من أجل الواحد الآخر كي ما نعمة ربنا تكتمل دائما في حياتنا. آمين. لنستودع نفوسنا بين يدي الآب والابن والروح القدس.